طبعا نفس ما شفتوا الصورة اللي قبل حول الفيديو، هاي الأدوات اللي استخدمتها، كرتون مستخدم مع ريسايكلينج، لازم نستخدم أشياء مستخدمة، عندنا زايد عن هاي كرتون، طبعا كرتون دلة كهاي شيء. القاعدة اللي استخدمتها هاي عندي كان بعد زايد من حشي الصناعي، من شغلة سويناها في البيت. وهاي العمود اللي استخدمت منه يمكن 3-4 قطع فعل نفسه. اوكي بنقص منه، وطبعا الصبغ الاسود ودفتر الوان عشان ناخذ منه الدوائر مال الاشارة الضوئية. تابعوا العمل تشوفوا شلون سويناه.